هنعمل دلوقتي قرفة باللبن المثلجة. عندي لبن، عندي مكعبات تلج، عندي سكر أو عسل، وعندي أخيرا القرفة. على طول مكعبات التلج، هنزل قرفة، سكر، وهننزل باللبن شوية كده يغطي التلج، وبعد كده نشوف لو احتاجنا نزود هنزود، ونديها ضربة. نطفي كده، نديها ثانية، أي حاجة تقيلة تنزل عند السلاح، ونديها ضربة كمان. عظيم جدا. على طول